أقول لكم سيد الوزير على أن قطاع التربية والتعليم يتعداكم كوزير، هو منظور للحكومة وما تريد من التعليم، لأننا يمكننا أن نتكلم عن الاقتضاد فهو هيكلي ومحور ومشكل حقيقي للتربية والتعليم هو تمويل التربية والتعليم، ميزانية التربية والتعليم، وضعية المادية والمعنوية لرجال ونساء التعليم، البنيات التحتية للتعليم. والسؤال الذي يؤطر هذا هو جودة التعليم، وهل للحكومة الحالية كالحكومات السابقة هناك إرادة حقيقية ليكون تعليما عموميا لأبناء الشعب المغربي. سيدي أنا لن أتكلم عليكم معكم عن الجزئيات والمذكرات، حركة الانتقالية تركت استياء، ونحن لا نناقشكم في المنصب، احنا نقابة باغيين رجال ونساء التعليم يكون عندهم شروط العمل، باغيين ولاد الشعب يقراو، باغيينكم نتوما حتى نتوما في المركز اللي نتوما فيه انكم تكون معكم اطر كفأة التي يمكنها ان تشتغل، وبلسان كنقابة وطنية للتعليم بلسان رجال ونساء التعليم اقول لكم على ان كل رجال ونساء التعليم مجندون من اجل انشاء اصلاح حقيقي، والإصلاح الحقيقي يتطلب إشراكا حقيقيا لكل الفاعلين، ونبتعد عن النظرة الحزبية الضيقة في تدبير مجال التربية والتعليم.